بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شروحات مدونة ثورة اللينكس. هذا الجزء الثالث من شروحات فاركريبت اللي هي التشفير. فحنشوف الآن في هذا الجزء طريقة تشفير اليو اس بي. طبعا نشغل البرنامج. هذا هو البرنامج، هذه أيقونة البرنامج. أوكي، الآن نقوم بالضغط على هذه الأيقونة. طبعا بتدينا هذه اللوحة، نختار فيها الخيار هذا الثاني، نأشر عليه. الآن نعمل نكس، نختار الخيار الأول هو الستاندرد، خليه زي ما هو من دون أي تغيير. نكس. الآن علينا اختيار الـ USB أو الديفايس. طبعا لازم تكون متأكد من اسم الفلاشة اللي عندك. طبعا هذا عندي الهارد ديسك الداخلي اللي هو الـ SDA1. هذا طبعا اللي هو CD SR0. فهذه هي الفلاشة أو USB اللي حاب إني أعمل لها تشفير. نضغط على اوكي، ثم نضغط على نكس. طبعا هذا تحذير لانه هيستعمل الفلاشة او هيعمل لها تشفير، ونقول يس. الان نضيف الباسورد الخاص باليوزر او الادمنستريشن في النظام. الآن نختار نوع التشفير. طبعا عندنا أنواع كثيرة من التشفير، أيضا الهاش، ممكن تختار أي حاجة من هنا، لكن نخليك مثل ما هو. الآن نضغط على نيكس. أيضا الآن نضيف الباسورد الخاص بتشفير الفلاشة. هذا الباسورد طبعا لا تنسى، وايضا لازم يكون الباسورد قوي. الان نضغط على نيكس. لاحظ طبعا اذا حطيت باسورد بيجيك الوارنينج هذا، بيقول لك انه الباسورد ضعيف. فنشوف نغير الباسورد، نخلي باسورد قوي. اوكي، عملنا باسورد قوي. الان نشوف نيكس. لاحظ الان طبعا اذا كنت حتستعمل او حتخزن على هذه الفلاشة ملفات اكثر من حجم 4 جيجا، بتختار الخيار الاول الخيار الثاني. طبعا ايضا ستور فايل، طبعا تختار اذا كنت حاب انك يعني تخزن فوق 4 جيجا تخليه هنا. خلينا نختار الخيار هذا لاني اخزن حول 7 جيجا 8 جيجا. نيكس. لاحظ الآن بيعطيك خيار الملفات. أيضا نشوف مرة أخرى، نرجع نخلي مثلا
اقل من 4 جيجا. لاحظ ايش يعطينا. طبعا اقل من 4 جيجا ممكن يعني تفرمت او تعمل الفلاشة بنظام الف اي تي اللي هو الفات واكس اي اكس فات ايضا موجود، لكن اكثر من 4 جيجا الفات ما يعني فرمته بالنظام هذا للفلاشة ما ينعمل، لانه اقصى حد هو 4 جيجا. فاذا كنت حتخزن مواد او ملفات اكثر من 4 جيجا فتختار الخيار الثاني، اذا كنت حتخزن اشياء اقل من 4 جيجا فاختار الخيار الاول. طيب الان نعمل نيكس. لاحظ هذا التشفير، حاول انك تحرك الماوس. لاحظ اذا توقفنا بيوقف يعني، لكن كذا عشان جودة التشفير اللي هيتم تنفيذها في الفلاشة يكون قوي حتى تكتمل هذا الخط. يعني تحريك الماوس ممكن 3 دقائق 4 دقائق ما في كويس. الآن يكفي. الآن نضغط على الفورمات على الزر، نقول يس. لاحظ الآن بيعمل فورمات للفلاشة. انتظر ثواني فقط. طبعا اذا كان اختيارك لاكثر من 4 جيجا او التخزين لاكثر من 4 جيجا فحيكون ايضا الفورمات شوية بياخد وقت. طبعا مثل ما قلت لكم يعني انه تشفير الفلاشة او الفورمات الخاصة بالتشفير تأخذ وقت حسب الحجم الخاص بالفلاشة، لكن الان لاحظ وصلنا الى 99 يعني قربنا ننتهي. الآن تمت عملية التشفير بنجاح زي ما انت شايف. الآن نضغط على أوكي، أيضا نضغط على نيكس. هذا إذا كان عندك ملف تاني أو USB تاني حاب إنك تعمل له تشفير فتضغط على نيكس. إذا كنت انتهيت وما عندك أي USB آخر أو عمل آخر نضغط على كنسل، خلاص نخرج من الموضوع كله. الآن نيجي نشوف كيف نشغل أو ندخل على USB. طبعا هذه الحاويات نختار أي حاوية، نختار مثلا حاوية 5 ثم select device، نضغط على هذه الأيقونة
في العشاء، نضغط على اوكي الان. هذه هي الآن. نجي لهذا الزر اللي هو الماوتن، نضغط عليه بعد اختيارنا للحاوية واختيار الفلاش، نضغط على الماوتن. الآن نكتب الباسورد الخاص اللي عملناه، نضغط على OK. الآن نروح للفايل مانجر، لاحظ هذا هو. طيب مثلا نشوف، نحط أي ملف فيه او اي مجلد، نقول مثلا نختار هذه الملف كوبي، الان اضفنا ملفين للفلاشة المشفرة، نخرج خلاص اوكي. مثلا نضغط على هذه الايقونة ايضا مرة، الزر مرة اخرى، لاحظ الآن اختفت من قائمة الديفايس. حاب انك مرة ثانية تخش ونشوف. طبعا الفلاشة يعني ما تكون ظاهرة ايضا، فهذا كمان ايضا من التشفير. نختار سلكت فايل، عفوا سلكت ديفايس، ثم الفلاشة اوكي. ايضا نعمل ماونت، نكتب الباسورد، لاحظ الان ظهرت مرة اخرى وهذه الملفات اللي عملنا كذا. نكون انتهينا من شرح طريقة تشفير الفلاشة واليوز بي بواسطة برنامج فايل كريبت، ونقول لكم في امان الله ومع السلامة، وسامحونا اذا كانت الشرح شوية طويل.